هنروح لتونس مره اخرى ولقاء زميلنا فاروق صلاح مع الفنان احمد فهمي اللي كان متواجد مع جماهير النادي الاهلي في تونس، ومنه هنرجع نستقبل كابتن ناصر عباس بعد الفاصل باذن الله. خليكم معنا. كل التحيه لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. الفنان الاهلاوي الجميل احمد فهمي، لينا في رادس حكايات وليك مع الاهلي حكايات وسفريات وحاجات كتيره كمان. استاذ احمد، الحمد لله النهارده المكسب مش عايزين نزودها في الفرحه قوي يعني، لان لسه في ماتش عوده ان شاء الله. احنا مش متعودين ان احنا بنفرح بماتش ذهاب، لكن اداء النهارده من موسيماني بصراحه هايل يعني بره ملعبنا، واللعيبه كلها كانت رجاله النهارده، وبصراحه الحمد لله. انا دايما ببقى رايح من نهائي افريقيا اللي فات او الماتش النهارده، الواحد بيبقى خايف عشان دايما بيبقى حابب ان يبقى وشه حلو. الحمد لله بيبقى وشه حلو دايما. ذكرياتك مع المباراه الخارجيه، وانا سامع الجميع بيتكلم بيقول احمد فهمي وشه حلو دايما على النادي الاهلي. الحمد لله. بص انا حتى من وانا صغير يعني الماتشات، حتى الماتشات اللي جوه، يمكن ظروف الشغل دلوقتي وظروف الكورونا ما بتخليكش تقدر تروح كل الماتشات، لكن ده زمان يعني ما كان لو في موسم مثلا في 26 ماتش اقل حاجه 24 بروحهم بره وجوه يعني. النادي الاهلي متعه ثانيه خالص بالنسبه لي، واولويه كبيره في حياتي يعني. وحتى انا ما رضيتش اسجل معاك قبل ان طلع كلام قالوا ان انا كنت في معسكر، وانا ما كنتش في معسكر ولا حاجه، انا قاعد في اوتيل تاني وانت عارف. كنت قاعد في اوتيل تاني، وحتى لما جيت التدريب اتفرج قعدت في المدرج، وموسيماني هو يعني احنا اصحاب من علاقه، فطلب ان انا انزل اسلم عليه، فالناس قعدت تقول ازاي ينزل، لكن انا ماليش علاقه بمعسكر، ماليش، انا جاي لوحدي اصلا وقاعد في اوتيل تاني. شايف ان النظام والالتزام ده هو ده عنوان النادي الاهلي، وانت بتتكلم في نقطه مهمه جدا. كلنا بنلتزم بيه يعني، مفيش في النادي الاهلي فكره ان راجل مشجع او ممثل او اي حاجه هيخترق معسكر او هيقعد في وسط ناس خالص. انا قاعد في اوتيل تاني خالص اصلا بره الموضوع، عندي علاقه قويه بموسيماني، فده اللي خلاني يعني انزل اسلم عليه. والنادي الاهلي انت عارف هي في قوانين، انت حتى لو انت مين مش هتخترقها يعني. اتكلمت في فنيات واتكلمت في امور فنيه وطريقه اللعب، من وجهه نظرك مين نجم المباراه النهارده؟ لا كتير، اللعيبه كلها كانت كويسه قوي النهارده يعني، حتى تكتيك انا بالنسبه لي موسيماني بصراحه يعني تكتيكيا هو الماتش لعبه صح جدا. انا بحب ديانج قوي، قفشه لما نزل برضو، حمدي طبعا، حمدي لعيب كبير، كلهم. بس انا قلت حاجه فاهم، كله فعلا انت بتلعب بره ارضك كسبان الترجي فرقه كبيره بره ارضك 1-0 باذن الله، بس عايزين ننسى الماتش ده عشان اللي جاي اهم في القاهره باذن الله، وخصوصا ان موضوع الكورونا ده ان الجمهور ما بيبقاش مالي الملعب، فالموضوع مش هيبقى فيه ضغط زي قبل كده، فجوه زي بره. بس ان شاء الله باذن الله نعدي ونوصل فاينل في المغرب، ان شاء الله نكسب البطوله باذن الله. مبروك يا استاذ احمد، ومبارك لبعض ان شاء الله بعد الوصول للمباراه النهائيه وبعد البطوله باذن الله. الف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، وبحبكم جدا جدا يعني حبيبي. متشكر. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقاءنا مع الفنان الاهلاوي الجميل احمد فهمي اللي كان النهارده مساند ومؤازر لفريق النادي الاهلي في ملعب رادس، وفوز النادي الاهلي على الترجي بهدف مقابل لا شيء. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي من جديد. تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.